للمرة الثانية تحل قافلة الخير وفي ثناياها كل ما يجود بالخير والرحمة، منطلقة من عروس البحر طرابلس إلى درة الصحراء إغدامس، وتحت شعار الجمعية باقية وتتمدد من أجل الأعمال الخيرية والإنسانية. وتخليدا لروح عضو الجمعية عبد الستار عليز قلعي الذي توفاه الأجل هذا العام. قمنا بالزيارة إلى مدينة إغدامس لرفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي، كما قمنا بزيارة إلى ذو احتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم، وقمنا بزيارة إلى بعض المدن، بعض الأماكن الأثرية في المدينة. شارك بهذه القافلة أكثر من 45 عضوا من أعضاء الجمعية الليبية الخيرية لقدامى ومحبي كرة السلة، ويرافقهم أعضاء من جمعية محبي مدينة طرابلس القديمة. ولمدة 4 أيام أقيمت العديد من المناشط، ومن أبرزها زيارة مرضى قسم الكلى بمستشفى إغدامس العام، ومواساتهم وتقديم بعض الهدايا الرمزية ومدهم ببعض الأدوية الضرورية التي يحتاجها القسم. هذه السنة كان برنامجنا شعارنا الجمعية باقية وتتمدد من أجل أن نكون لدينا تطوير في أعمال الإنسانية التي نقوم بها. طبعا زمنا هذه السنة إلى مراكز الاحتياجات الخاصة، وأيضا حضرنا لهم برنامج، وأيضا حضرنا حفل برنامج اليوم العالمي للسكري. كما أقيمت احتفالية قدمت فيها فقرات من الفلكلور والتراث الإغدامسي، ووصلات موسيقية من فن الملوف والموشحات الليبي. وختاما تم تكريم كل المساهمين في نجاح الرحلة على أن يتجدد اللقاء بإقامة قوافل متبادلة بين مدينة إغدامس وطرابلس مستقبلاً.